جماعة كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. يوم جيناكم فيديو جديد وفلوك جديد. طبعا مثل ما شايفين يا جماعة، أنا بطريق سفر رايح على المنطقة اسمه هامبورغ، وقلت أغير شوي بالقناة وأغير الجو وخليكم معنا نشوف، أفرجيكم شوي هامبورغ، منطقة هي ألمانية. طبعا أنا كنت بمنطقتي رايح بدي أسافر لهونيك طبعا مع أخوي بسيارة، وخليكم وخليكم معنا شوفوا شلون هي الهامبورغ. اللي عايش برات الألمانيا خليه يشوف الهامبورغ شو هي. اوكي خلينا نبلش. ايوه يا جماعه، ايوه شايفين. طبعا وصلنا على في منطقة اسمها هانوفر، اللي عايش في ألمانيا طبعا بيعرف في منطقة هانوفر قريب من هامبورغ، وبقى لنا ساعة وخمسين دقيقة. طبعا أنا طلعت من ساعة 2 بتوقيت ألمانيا لعدة ساعة، بس عندي ساعة 6 ودقيقتين، 6 دقيقتين يا جماعة. يب يا جماعة، حاليا نحن لساتنا بالطريق وزحمة عساس في كورونا، هي ما في لا كورونا نشي. وخليكم معنا يا جماعة، سمعوا الأغاني وأفرجيكم. اوكي يا جماعه، انتم ما شايفين هاي اول استراحه معنا. طبعا بعد 3 ساعات وصلت على اول استراحه قريب من هامبورغ، شي ساعه ونص هيك شي يا جماعه. وياب طبعا قبل اوصل على هامبورغ افرجيكم مناطق المي والاشياء، واخليكم معنا شوفوا الفلوق شو بده يصير. اوكي يا جماعة، مثل ما شايفين حاليا نحن بالمدينة في هامبورغ. طبعا طلعنا من طريق الاوتوبان، وصلنا على المدينة. طبعا يب ان شاء الله بكرة صبحيات كمان بفرجيكم بحيرة كبير. بكرة صبحيات بروح وبصور هنيك كمان، و بعتذر كمان هسه ما في ضوء لانه عتمة صارت. ان شاء الله بكرة صبحيات بتشوفوا كل شيء. يب يا طبعا خير يا جماعة، كيفكم يا جماعة؟ امبارح بالليل طبعا وقفنا لانه صار بالليل وما كان يبين بالضبط، وصار صبح. طبعا هسه رايح على البيت، راجع على البيت، جيت على هامبورغ وهسه راجع على البيت، وقلت افرجي يعني اصور وانا راجع كمان. وياب يا جماعة افرجيكم المنطقة يلي عايش فيها اهلي، واستمتعوا بالفيديو يا جماعة، خليني افرجيكم. اوكي يا جماعة، مثل ما شايفين حاليا وصلنا الى عاصمة هامبورغ. طبعا افرجيكم العاصمة طبعا البانوف والاشياء، خليكم معنا يا جماعة.
طبعا يا جماعة مثل ما شايفين قالوا لي لازم تحط ماسك، طبعا الكمامة يعني، هيك مجبور حطيت الكمامة طبعا مثل ما شايفين لازم يعني بالبانوف. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين طبعا في ناس وفي سيكورتي كمان، وان شاء الله ما يوقفوني كمان ما يقولوا لي ممنوع تصور ولا اشياء. شايفين وراي يا جماعة هدول السيكورتي، هدول انن وراي. هيا خليكم معنا يا جماعة. هاي كمان بانوف، مكتوب بانوف وهاي اشياء. يب يا جماعة عليان طلعت لبرا طبعا حسرا. اوكي يا جماعة طبعا هاي الساعة نحن بالعاصمة، يعني نساعتنا بالعاصمة و يب نساعتنا بالبانوف كمان مثل ما شايفين بانوف وهالاشياء، البانوف الباصات و كل شيء يعني البانوف، يعني محطة قطار، محطة الباص، محطة التاكسي، كل شيء موجود يا جماعة يعني بالعاصمة. اكيد عاصمة موجود كل شيء. طبعا زحمة كمان، عصعبوا لهم كورونا ولا في كورونا ولا اي شيء. يب اوكي يا جماعة خلينا ندخل شوي لجوا وافرجيكم كمان. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين طبعا هون الناس ملان ملان الناس، وتعرفوا يعني شعب في كل شيء، اي نوع بدكم ناس موجودين. يب يا جماعة طبعا يا جماعة هون هالحارات، يعني هالحارة بسموه شارع العرب، في اغراض العرب يعني ماركت هالاشياء. يب يا جماعة طبعا هذا ماركت العرب، في دم ماركت اتراك، كل شيء موجود يا جماعة. طبعا يا جماعة ما عم بطالع وجهي لانه بتعرفوا عم بصور، يعني ما اقدر اطالع وجهي مع الكاميرا، ما اقدر اصور ومن ورا يعني وامشي، لازم هيك يعني. اوكي يا جماعة كمان هذا الماركت العرب، وهون موجود ماركت الاتراك وكل شيء، يعني كل شيء موجود بهامبورغ موجود. طبعا يا جماعة هي طلعت وجهي كمان لانه قلت لكم قبل شوي ما اقدر اطلع وجهي واصور، بتعرفوا يعني كاميرا يعني ما اقدر اصور وراي هيك وامشي. يب يا جماعة طبعا مثل ما شايفين انا اكره ما بحب الهامبورغ طاول، انا بكره الهامبورغ ما بحب الطاول. طبعا قلت لكم قبل شوي اهلي عم بيقولوا لي انتقل على هامبورغ، بس انا ما عم بنتقل لانه بتعرف يعني هسه فرجيتكم في الناس، في مشكل، في صيني، في افغاني، في كردي، في عرب، اتراك، باكستاني، ايه اللي بدكم يا جماعة. يب كل شيء موجود. هسه موجود الكمامة كمان، يعني حصرا كمامة، بدون كمامة واحد بخاف على نفسه، يعني زحمة كتير ولا اشياء. طبعا يا جماعة لساتنا هاي كمان عاصمة. طبعا هسه راجع على البيت، خلصت اشتريت الاشياء فراجع على البيت، راجع على السيارة يعني وراجع على البيت. يا جماعة لهون وصلنا الى نهاية الفلوج، واحطونا لايك واستمتعوا بالفيديو كمان، وان شاء الله بس اروح على منطقة غير عاصمة او برلين او لوين ما اروح ان شاء الله بصوركم كمان. ويب تابع ممتع والسلام عليكم.